اسمح لي أصفق لك، هاي تصفيق بمحبة كل العراقيات والعراقيين. دائما ما نعيش وعشنا مع هذه الطبقة السياسية في قلق دائم، وهذا له ما يبرره، لأنه التجربة التي عشناها أقل ما يقال عنها أنها كانت تجربة قاسية ومريرة، وهم أيضا اعترفوا بالكثير من المظالم. هذا القلق عندما لا تشكل حكومة نعيشه، لأن هنالك فراغ، وكيف تدار أمور الناس، وكيف تكون هنالك صلاحيات للحكومة، وقلقنا يزداد ويزداد. وعندما تتشكل الحكومة يكبر ويتنامى، خصوصا إذا كانت الحكومة الجديدة جاءت وفق قياسات كالتي سبقتها، ويقول لك الناس بدأت تطرح شعار يحاول البعض أن يبث اليأس في داخل هذه النفوس الطامحة الحياة. يقول لك يا بشير التعرفة أحسن من زين الماتعرفة، في مرحلة أو في خطاب بائس للإبقاء على هذه المنهجية وعلى هذه الرؤية التي لم تستطيع أن تبصر مترا واحدا أمامها. هذا اللي يقول لك لا يندل ولا يستدل بيه، لا يتقبل منك خطاب ولا يستطيع أن ينتج خطاب، وليس لديه مشروعا سياسيا، لا يقبل بهذا ولا يقبل بذاك، هو يقبل فقط ما يريد أن يقوله، ويحول الشعب إلى صف وتلاميذ، هو الذي يقول هو الذي يأمر وعلينا أن نطيع. من هذا يتولد سؤال، وهذا السؤال تطرحه الناس، طيب شنو الحل؟ الحل يكمن باثنين. الأول، أما هذه القوى السياسية تراجع نفسها ويهديها الرحمن إلى طريق الحق والرشد، وتجلد ذاتها وتحاسب فاسديها وتشتغل بالسياسة مثل ما تشتغل خلق الله، لأنه هنالك وعي متولد لدى الناس، هنالك صوت وهنالك صرخة عراقية قادمة ابتدأت من تشرين وشهدائها الذين لحد الآن لا أحد يقول من قتلهم إلا بمحاولات ابتصاص نكبة هنا أو هناك. الخيار الثاني هو الشعب الذي يجب أن يلتحم بهوية وثوب وطني عراقي، وأن يستعيد المواطنة كرداء حقيقي، ويمحو آثار الطائفية التي تستر بها الخائبون والنفعيون والفاسدون، وغرروا بنا ذات يوم أنكم سنة وأنكم شيعة وأنكم أقليات وأنكم عرب وأنكم كرد. عندما تكون المواطنة أنا عراقي، هويات الفرعية محترمة لكن لا أستحضرها، بعدها سيكون هنا الحل. وعندما يعرف عدوكم وسارقكم وفاسدكم وظالمكم أن هويتكم ومواطنتكم هي المعيار الذي تعيشون به وعليه ومن خلاله، أنا أضمن لكم أن التغيير قادم، ونحن دعاة سلم وننبذ الدم. هذا الملف لهذه الليلة أناقشه من بغداد، رئيس مشروع المواطنة العراقي الأستاذ غيث التميمي. حياك الله يا شيخ غيث. حياك الله أستاذ نجم، واسمح لي أصفق لك، هاي تصفيق بمحبة كل العراقيات والعراقيين. أنا أشكرك شيخنا العزيز. الآن بدأنا تستاهل، صوت شجاع أنت، صوت وطني والله. هذه الأصوات منا ومنكم من كل الشرفاء تلتحم في لحظة، عسى أن ننتج وسننتج شيئا من أجل مظالمنا.